حاتم الطائي هو من شعراء العرب الجاهليين، والذي عرف بفطرته السليمة الخيرة التي تتصف بالفضائل الحميدة، وهذا ما جعله موضع احترام الناس ومحبتهم في العصر الجاهلي. وعندما جاء الإسلام شهد له بهذه الفضائل وأقرها، مما جعله يحظى بالذكر الطيب والسيرة الحسنة، فكان مثالاً للابن الصالح والأخ الجيد والصاحب الوفي والجار الحسن. وتمثلت هذه الفضائل في صفات عدة، كان منها نصرة الضعيف ومساعدة الفقير وإطلاق سراح الأسير والتفريج عن كربته والالتزام بالعهد وصون الأهل والدفاع عن حرماتهم وأعراضهم ومراعاة حرمة الجار. وقد جسد حاتم الطائي هذه الأخلاق التي كان يتحلى بها من خلال قصائده الشعرية التي زخر بها ديوانه بصور مختلفة ونماذج بلاغية شتى. كان مولد حاتم الطائي في العصر الجاهلي قبل ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف العام الذي ولد فيه، وقد نشأ وترعرع في منطقة نجد الواقعة في اليمن، حيث كانت تسكن قبيلته طيئة في مكان يقال له تنغة، وهو عبارة عن مورد مائي يقع في وادي حائل الممتد من الجهة الشرقية الشمالية من جبل أجا. ونشأ حاتم الطائي برعاية والدته التي كانت تدعى عتبة ابنة عفيف بن عمرو بن امرؤ القيس بن عدي بن أخزم، وقيل إنها كانت ميسورة الحال. ورث حاتم عنها السخاء المفرط الذي عرفت به، فكان حالها كحال ابنها حاتم، لا تدخر مالا ولا ترد محتاجا. ورث حاتم الطائي العزة والإباء والشهامة من أبيه الذي عرف بنسبه وأصله الرفيع الذي كان موصولا بيعرب بن قحطان. أما أخواله فقد ورث عنهم حب العطاء والسخاء، فهو كان ينحر كل يوم في شهر رجب الذي كان العرب في الجاهلية يعظمونه 10 من الإبل ليطعم الناس التي تأتي إليه، وكان منهم الشاعران الخطيئة وبشر بن أبي حازم. وقد أكدت روايات المؤرخين وأخبار العرب الأثر الكبير لأخواله وأمه في طبعه وأخلاقه. فسيرة أم حاتم في الكرم والسخاء تشبه إلى حد كبير سيرة والدها وسيرة ابنته سفانة، فعرف عنها أنها كانت معروفة بالغنى ويسر الحال، واشتهرت بين الناس بسخائها وكرمها بكل ما تملك، وأنها كانت لا ترد محتاجاً. ويقال إن إخوتها عندما وجدوها على هذا الحال خافوا على ضياع ثروتها بسبب إسرافها، فحجزوا على ثروتها وحبسوها في بيتها لعلها تتوقف عن هذا التبذير. وبعد أن مضت فترة من الزمن وظنوا أنها تركت ذلك الخلق، أعطوها قطيعا من الإبل، فما أن قدمت إليها امرأة من هوازان كانت تأتي إليها كل عام تطلب حاجة، حتى غلب عليها طبعها السخي وإحساسها بالجوع الذي عاشته عندما تم حبسها ومنع عنها مالها، فجادت عليها بما أخذته من إبل. كان حاتم ظاهرة في الكرم العربي الأصيل ورمزا للعطاء والسخاء، وكان المثل الأعلى لمكارم الأخلاق، ولهذا استحق من المؤرخين وكتاب التاريخ والدارسين أن تبقى سيرته وأشعاره دائمة الذكر على ألسنة الأجيال وممتدة عبر الزمان. فهو لم يكن كريماً وجواداً في ماله فحسب، وإنما جسد كرمه في أخلاقه وسلوكه، فكان عفيفاً طاهراً دائم الدعوة إلى فضائل الأخلاق التي اتصف بها، ومنها المروءة والشهامة ونجدة الملهوف، وكان محافظاً على حسن الجوار مع جيرانه، ومحافظاً أيضاً على حرمة المرأة وكرامتها، فلا يطرق باباً ليلاً ولا يتسلل إلى مخدعها سراً. فكان كرمه بعيداً عن ردائل الأمور وفواحش التبذير، فالمال عنده له طرق يصرف بها، وكان يجد في أفعاله الكريمة هذه عزاءه وراحته بعد موته، وذلك من خلال الذكر الحسن بين الناس. ومما قاله مخاطباً زوجته ماوية في هذا الشأن: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلج جوانبها غبر.
وراحوا عجلانا ينفضون أكفهم، يقولون قد دم أناملنا الحفر. ورد عن زوجة حاتم ماوية قصصا عديدة بشأن كرم زوجها، ومن هذه القصص ما ذكرته عندما طلب منها مرة الحديث عنه، فأجابت: إن كل أمره كان عجبا. وروت كيف أنهم مروا في سنة من السنين بقحط وجوع، ولم يجد الناس ما يأكلونه، حيث جفت المراضع على أولادها، وأصبحت الإبل هزيلة وضعيفة من الجوع. وفي ليلة باردة كثر بكاء الصبية من الجوع، ولم يجد حاتم وزوجته القليل من الطعام لإسكات جوعهم. وبعد ذلك افترشوا قطيفة شامية للنوم، وبعد مرور بعض الوقت من الليل إذا بجارتهم تصيح بأعلى صوتها وتستنجد بحاتم لإطعام أطفالها الذين يبكون من شدة الجوع، فطلب منها حاتم أن تحضرهم إليه. وعند ذلك قامت النوار من فراشها تلومه وتذكره ببكاء أطفاله بسبب الجوع الشديد، فما وجد شيئا عندهم ليطعمهم، فكيف طلب من جارتهم إحضار أطفالها وهو لا يملك شيئا لإطعامهم؟ فما كان منه إلا أن طلب منها السكوت ووعدها بإطعامها وإطعام صغاره. وبعد ذلك جاءت المرأة ومعها أطفالها، فقام حاتم الطائي إلى فرسه فذبحها ثم أشعل النار وأعد الطعام، والتفت إلى المرأة وأعطاها ما تحتاجه من طعام لها ولصغارها، وأطعم أهل بيته، ثم أخذ ينادي على من حوله من الناس من أجل إطعامهم فالتفوا حوله، وقام بإطعامهم، ثم اضطجع وأخذ ينظر إليهم دون أن يتذوق شيئا من ذبيحته. كان حاتم الطائي من الشعراء العرب المشهورين بالكرم والجود، وقد اجتمعت في شخصيته الخصال الحميدة التي جعلته يحتل مكانة مرموقة بين العرب، فكان صادقا في أقواله وأفعاله، شديدا في بطشه وقتاله في ساحات القتال حيث كانت له الغلبة والنصر على من يبارزه، وكان معطاء لا يرد سائلا ولا محروما. وعرف عنه أنه كان يطلق سراح كل شخص يقع تحت أسره، ودائما يحتل المركز الأول في سباقات الخيل وفي ضرب القداح، ويأخذ عهدا على نفسه ألا يقتل أحدا في شهر رجب، وهو الشهر الذي كانت الناس تعظمه في العصر الجاهلي كما ذكرنا سالفا. وكان من شدة جوده وكرمه يذبح كل يوم من هذا الشهر 10 من الإبل ويطعم لحمها إلى الناس، وكان ممن يحضر هذه الولائم الشاعران الخطيئة وبشر بن أبي حازم. تزوج حاتم الطائي مرتين في حياته، وهما الأولى من امرأة تدعى نوار، أما زوجته الثانية فكانت ماوية بنت عفزر، وكانت ملكة من ملكات الحيرة تقرر الزواج بمن تشاء من الرجال. ولقد تقدم لخطبتها ثلاثة من الشعراء وهم حاتم الطائي والنابغة الذبياني والنبيتي، فطلبت منهم ماوية العودة إلى رحالهم وأن يقوم كل واحد منهم بنظم أبيات من الشعر يبين فيها أفعاله ومكانته بين قومه، وأنها تنوي الزواج بأفضلهم شعرا وأكثرهم كرما. ولما خرجوا من عندها ذبح كل منهم بعيرا سمينا، ثم لحقت بهم ماوية بعد أن قامت بتغيير هيئتها وتنكرت بزي خادمة لها، وجعلت من نفسها سائلة تطلب طعاما، فبدأت بالشاعر النبيتي تسأله شيئا من ذبيحته فأعطاها الرديء منها، وفعل معها نفس الصنيع الشاعر النابغة. وعندما وصلت حاتما سألته أن يجود عليها من ذبيحته فأعطاها جزءا من أجودها، ثم غادرت المكان عائدة إلى خيمتها وأرسلت في طلبهم، وعندما حضروا طلبت منهم إلقاء الشعر الذي نظموه، ثم طلبت تقديم الطعام للشعراء الثلاثة بعد أن اتفقت مسبقا مع جارية لها أن تقدم لكل شاعر ما أطعمها إياه. فلما رأى النابغة والنبيتي ذلك خجلا من فعلتهما وتسللا مسرعين إلى الخارج، وهنا قالت ماوية لحاتم أنه أكرمهم، لهذا ستتزوجه بشرط أن يطلق زوجته، وعندما رفض تزوجته بعد وفاة زوجته ورزق منها ولده عدي. قامت ماوية بإعلان الطلاق على حاتم بعد فترة، بحيث ضاق الذرع بتبذيره الزائد في إكرام الناس،
وعدم انتباهه لأطفاله ومستقبلهم، وأخفقت محاولاتها في ثنيه عن الإفراط في هذا الأمر. وكان قرار ماوية بالانفصال عن حاتم بتحريض من ابن عمه مالك الذي وعدها بالزواج منه إذا انفصلت عن حاتم، على وعد منه أن يقوم بتأمين ما يلزمها ويلزم أطفالها. وكانت النساء في الجاهلية إذا عقدن العزم على تطليق أزواجهن يقمن بتغيير جهة الخباء الذي يسكن فيه، فإذا كان من الجهة الشرقية يحولنه إلى الجهة الغربية، وإن كان من جهة اليمن يحولنه جهة بلاد الشام. وعندما يلاحظ الزوج ذلك يعرف أن زوجته قد طلقته فلا يقترب من مخبئها. وهذا ما حدث مع حاتم الطائي وزوجته ماوية، وقيل إن حاتما رزق منها ولده عدي، وذكرت مصادر أخرى أن أولاده الثلاثة وهم عدي وعبد الله وسفانة من زوجته النوار. وقد تعاقب نسل حاتم من بعده، فقد رزق ابنه عبد الله بالبنين، بينما لم يرزق ابنه عدي بأحد من الذكور. نظم حاتم الطائي العديد من القصائد الشعرية التي جمعها في ديوان شعري واحد جسد فيها الصفات الحميدة والأعمال الفاضلة التي كان يقوم بها ودعوته الدائمة إلى مكارم الأخلاق، ولم يستطع أحد حتى زوجته من منعه من ممارسة تلك الأفعال. وقد جاءت تلك الأشعار معبرة بصورة صادقة عن نفسه وأحاسيسه وشعوره وفكره ومزاجه وحياته وما مر به من تجارب وأحداث. وقد تميزت تلك الأشعار بالسمات التعبيرية والخصائص الأسلوبية وبالكثير من الصور البلاغية التي أحسن استخدامها بصورة تخدم تلك الأشعار وتبرز جمالها، بعد أن نجح في اختيار الألفاظ والتراكيب السهلة والبسيطة والمعاني الواضحة البعيدة عن التعقيد، والتي مكنت الشاعر من إيصال المعنى الذي يقصده إلى القارئ والناقد. أثرت الأخلاق الحميدة في نظم حاتم للشعر، فجاءت ألفاظ شعره سهلة رقيقة بأسلوب محكم ومترابط، استطاع من خلاله تحقيق الغرض السامي الذي قيلت من أجله هذه الأشعار، على خلاف ما نعرفه من شعراء العصر الجاهلي. وقد ورد عن بعض الدارسين أقوالا عدة عن شعر حاتم الذي عرف بفصاحة الألفاظ وسهولة التراكيب والبعيد كل البعد عن الغريب من الكلام، وأكد الكثير منهم أن شعره جاء عفويا بسيطا صادقا كشخصيته، كما مثل شعره الواقع الذي كان يعيشه ووصفا لبيئته التي اتصفت بالقساوة والبؤس وشظف العيش في الوقت الذي كان فيه خلق الكرم من أنبل الأخلاق، مثله كمثل الشجاعة والمروءة والنجدة. ويعتبر حاتم الطائي من الشعراء الذين لم يصلنا الكثير من شعرهم، ويعود السبب إلى فقد الكثير منه وبقاء القليل منه. نظم حاتم الطائي شعره في مختلف الأغراض الشعرية المعروفة، ونوجز بعض الأبيات فيما يلي. الحماسة: نظم حاتم الطائي الكثير من الشعر في الحماسة، ومما قال فيه: أبلغ بني ثعل عني مغلغلة، جهد الرسالة لا محكا ولا بطلا، أغز بني ثعل فالغزو حظكم، عدوا الروابي ولا تبكوا لمن نكلا، ويها فداؤكم أمي وما ولدت، حاموا على مجدكم واكفوا من اتكلا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.